أهلا بكم مشاهدينا مجددا. اليوم هو الأحد 24 من كانون الأول عام 2023. أبرز ما جاء في الصباح لهذا اليوم: السودان يفتتح جسر الحرية للمشاة، حملة لإزالة التشوهات البصرية من الأبنية، العراق ينسق لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في مستشفياته، لجنة لتحويل توطير رواتب موظفي أقليم كردستان، الشروع باستملاك أراضي مشروع الربط السككي مع إيران. أهلا بكم في تفصيلات الأخبار. افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عصر أمس السبت جسرا للمشاة على نهر الدجلة، يعد الأول من نوعه في بغداد، يربط بين ضفتي مدينة الكاظمية ومنطقة القريعات شمال بغداد، وأطلق عليه اسم جسر الحرية ليكون معلما معماريا عصريا وجديدا يضاف للعاصمة بغداد. وأشاد السوداني في بيان لمكتبه الإعلامي بجهود العاملين في شركات وزارة الإعمار والإسكان، وأيضا بجهود وزارة الموارد المائية وأمانة بغداد والجهات الساندة الأخرى، مؤكدا أن الجسر جرى تنفيذه رغم فترات التأخير، وسيعمل على انسيابية حركة الزائرين والمواطنين عموما. في الأخبار المحلية أيضا: العراق وفرنسا يبحثان تعزيز التعاون في المجال العسكري. بحث نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي أمس السبت مع قائد هيئة أركان القوات البرية الفرنسية بيير شيل التعاون والتنسيق في مجال تطوير القدرات القتالية. وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن المحمداوي استقبل قائد هيئة أركان القوات البرية الفرنسية والوفد المرافق له بحضور قائد القوات البرية وضباط هيئة ركن القيادة، وأضاف أن الجانبين بحثا التعاون والتنسيق الفرنسي العراقي المشترك في مجالات التدريب والاستشارة وتطوير الاستعدادات القتالية على ضوء الجهود التي تبذلها فرنسا في بناء القوات الصحراوية العراقية وقوات جهاز مكافحة الإرهاب. آذار المقبل انطلاق جولتي التراخيص الخامسة والسادسة. توقعت وزارة النفط انطلاق جولتي التراخيص الخامسة المكملة والسادسة في آذار من العام المقبل 2024. وقال معاون مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية في الوزارة محمد نجم السعدي للصباح إن عمليات بيع حقائب المعلومات الخاصة بالحقول التي ستطرح خلال الجولتين ما زالت مستمرة، متوقعا انطلاق الجولتين نهاية شباط أو مطلع آذار من العام المقبل. وأضاف أن العدد الكلي للمشاريع المطروحة 30 مشروعا موزعة بواقع 16 ضمن ملحق الجولة الخامسة التكميلية، منها 8 رقع استكشافية ذات وعدية نفطية و8 حقول نفطية و14 مشروعا ضمن الجولة السادسة، منها 11 استكشافية ذات وعدية غازية و3 ذات وعدية نفطية. في الصفحة الأخيرة للصباح: ندوة ثقافية لسفارة العراق في الأردن. نظمت الدائرة الثقافية لسفارة جمهورية العراق في الأردن ندوة ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بالتعاون مع مركز رجال الأعمال العراقي في عمان وبرنامج إبداع الثقافي. الندوة حملت عنوان لغتنا العربية أمننا الثقافي. ذكر المستشار الثقافي لسفارة جمهورية العراق الدكتور خير الدين الأمين للصباح إن الندوة التي نظمتها الدائرة الثقافية للسفارة تعكس اهتمامنا بالجوانب المشرقة من لغتنا العربية التي هي لغة القرآن، وكذلك تعريف الآخرين الذين يشاركوا في جنسيات مختلفة في الندوة بدور أهمية اللغة العربية في ثقافتنا المكتوبة. وهذا الاهتمام نابع لما للغاتنا جميعا دور في تحقيق التواصل والتعاون والمشاركة مع بقية الشعوب في العالم، فكل الشعوب تهتم بإرثها اللغوي والمعرفي في هذا المجال. وتأتي هذه الندوة لتكون رسالة محبة وسلام وتعبيرا عن افتخارنا بلغتنا العربية في يومها العالمي. من الأخبار نتوقف قليلا عند آراء، اخترنا لكم مقالا بعنوان: هل الشعب مصدر السلطات حقا؟
للكاتب حسب الله يحيى بصوت الزميلة بشرى حسين للمتابعة. هل الشعب مصدر السلطات حقا؟ مقال بقلم حسب الله يحيى. في كل دساتير العالم ومنها دستور بلادنا يتم التأكيد فيها على أن الشعب مصدر السلطات، وهو تعبير أخلاقي ووطني وقانوني وإنساني، وهو من ثم تعبير سياسي. إذن السياسة هنا على درجة باذخة من العطاء النبيل والمسؤول، وما دامت السياسة تعمل على وفق هذا الهدف وأن نواب الشعب هم حماة الدستور، فإن سياستهم جميعاً تقتضي الالتزام بسلطات الشعب العليا بحيث لا يمكن التجاوز عليها أو استغفالها أو ركنها فوق أقرب رف. الشعب مصدر السلطات، وهذا المصدر الحي يطالب ويصر ويؤكد ويحتم على نوابه العمل على تنفيذ إرادة الشعب والتي وعد النواب مواطنيهم بتنفيذ كل مطالبهم العادلة، وفي مقدمتها تقديم الخدمات الضرورية لهم، الأمن في المقدمة. ويضيف الكاتب: الفائزون في انتخابات مجالس المحافظات والمعنيون بمدن تحتاج إلى ماء نقي وكهرباء تبدد ظلام الزمن المر، معنيون بأن يعود العراق بلد السلام وبلد السواد لخضرته وبلد الرافدين لوفرة مياهه، عراق يريد أن يتنفس العدالة بين أبنائه لا أن يعد أبناءه للحروب والفتن والفرقة والصراعات على أي وجه من الوجوه، والعراق لن يكون شعبه مصدر السلطات إذا كان محكوما بالخوف والجهل والمرض والفقر والبطالة وتكميم الأفواه. العراق لن يكون عريقا إذا ما أهمل قاعدة واسعة من الناس، ذلك أنه ليس ملكا لفئة من دون غيرها ولعدد من دون سواه. في ختام المقال: الإنسان سيد هذا الكون، وهو من يبني ويعمر ويعمل على إعمام حياة حرة سعيدة يعيشها برغد في ظل دولة ترعاه وتتحمل مسؤولية هذه الرعاية، لا أن تظل تعيده بالكثير ولا تحقق إلا أقل من القليل. لقد طلق الناس الوعود وباتوا يعيشون على أمل أن يعي كل مسؤول حقوقه وواجباته لأن يكون له وحده الحق وليس لسواه من خلق الله، هذا الخلق الذي لم يعد يقتنع بكلمة سوف، وإنما يريد ترجمتها على واقع عملي ملموس. ترى هل نتفائل ونحن نقرأ الشعب مصدر السلطات؟ أهلا بكم من جديد. في الزمان نطالع دفعة سابعة من المواد الإغاثية العراقية تتجه إلى غزة. أرسل العراق أمس السبت وجبة جديدة من المواد الإغاثية هي السابعة إلى غزة بتوجيه من رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. وقال مستشار رئيس الوزراء زيدان خلف في تصريح أن لجنة جمع التبرعات للشعب الفلسطيني أرسلت الوجبة السابعة من المواد الإغاثية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة، موضحا أن مجموع المواد الإغاثية والطبية المرسلة بنحو 90 طنا فضلا عن 10 ملايين لتر من الوقود من ميناء خور الزبير في البصرة إلى قناة السويس. وأضاف خلف أن عملية إرسال وجبات الإغاثة للشعب الفلسطيني ستستمر تنفيذا لأمر رئيس الوزراء بعد الجسر الجوي بين العراق ومصر بالتنسيق مع السلطات المصرية تمهيدا لإرسال المواد عبر معبر رفح. أيضا في الزمان الأمن الوطني يطوي صفحة جريمة عمرها 12 عاما خلال 48 ساعة. تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل منذ عام 2011 خلال 48 ساعة من تكليفهما. وقال بيان تلقته الزمان أمس استكمالا لدور جهاز الأمن الوطني في بسط الاستقرار وفك شفرات الجرائم الغامضة وملاحقة الهاربين، تمكنت مفارزنا في محافظة بغداد من إلقاء القبض على متهم قتل مشرفا تربويا ومدير مدرسة في محافظة ميسان عام 2011 ولاذ بالفرار وبقي بعدها يتنقل بين المحافظات حتى استقر في بغداد، مضيفا: وقد تمكنت مفارزنا بالاستناد إلى الجهد الفني والاستخباري وبعد استحصال الموافقات القضائية من التوصل إلى مكان الهدف والقبض عليه وتسليمه إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون.
في الزمان الأخير البريد السويدي يحتفظ برسائل إلى سانتا كلوز منذ قرابة قرن. عزيزي سانتا كلوز، يتلقى البريد السويدي آلاف الرسائل الموجهة إلى العملاق ذي اللحية البيضاء كل عام ويرد عليها، لكنه يحتفظ في الأرشيف منذ أكثر من قرن بتلك التي تخرج عنه من خلال المعتاد عناوين مثل لابلاند وريندرلاند وسانتا وليغلو، ويتلقى بوست نورد حوالي 16 ألف رسالة موجهة إلى سانتا كلوز كل عام، تم اختيارها أو اختيار عدد قليل منها وضمها إلى أرشيفات متحف الشركة، وهي مجموعة من حوالي 10,000 رسالة موجهة من العالم أجمع، يعود أقدمها إلى سنوات 1890. تقول كريستينا رئيسة قسم الطوابع في بوست نورد لوكالة فرانس بريس من متحف البريد في ستوكهولم إن هذه الرسائل تصل من الولايات المتحدة وآسيا وبعضها من تايوان. أما في الزوراء المفوضية نحو 2000 محطة تجري فيها مطابقة العدوى الفرز اليدوي مع الإلكتروني، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن إجراء عملية العدوى الفرز اليدوي مع الإلكتروني لنحو 1000 محطة، مؤكدة أن أغلب النتائج كانت مطابقة، فيما أعلنت تلقيها 118 شكوى في التصويتين العام والخاص أغلبها بسيطة. وقال المستشار القانوني لشؤون المرشحين في المفوضية العليا للانتخابات حسن سلمان في حديث للزوراء أن المحطات التي يجري فيها العدوى الفرز التي لم ترسل نتائجها تعود للتصويتين العام والخاص، إلا أن الخاص أعلى عددا من العام حيث 1758 محطة في التصويت الخاص، 280 محطة للتصويت العام، مبينا أن العملية تتم للمطابقة ما بين العد والفرز وما بين خزن من معلومات داخل صندوق تسريع النتائج. أيضا في الزوراء رئيس مجلس القضاء: أمن المجتمع مسؤولية كبيرة تستحق التضحية. أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان إن أمن المجتمع مسؤولية كبيرة تستحق التضحية، فيما أشار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى أن الوزارة تسعى إلى وضع خطط أكثر فاعلية في تطبيق الإجراءات القانونية. وقال زيدان خلال كلمته في المؤتمر التداولي السنوي الأول الذي عقد بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية حسب بيان لإعلام مجلس القضاء الأعلى تلقته الزوراء، إن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه ويأتي استكمالا لمسيرة التعاون بين القضاء ووزارة الداخلية لتحقيق هدفنا المشترك في فرض سيادة القانون ومنع الجريمة بمختلف صورها لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع باعتباره الركيزة الأساسية لإعادة بناء الدولة وفق الأسس والمبادئ التي تضمنها الدستور. في الصفحة الأخيرة للزوراء: أنجلينا جولي تدعو العالم للتكاتف لوقف الحرب. صرخة إنسانية أطلقتها النجمة العالمية أنجلينا جولي تجاه الأوضاع العالمية المسيطرة على حالات الصراع العسكرية في مناطق متعددة من العالم كفلسطين وسوريا وأوكرانيا، فيما ألقت الضوء على أوضاع اللاجئين بالمناطق المتضررة من هذه البقعة المشتعلة من الحرب، مخلفة أعدادا هائلة من المشردين وحالات إنسانية غاية في السوء. وخلال بث مباشر أجرته النجمة الأمريكية أنجلينا جولي مع صديقتها واد الكاتب تحدثتا فيه عن الحرب الدائرة في كل مكان في العالم وعن وضع اللاجئين. تقول إنه ليس سهلا أن نبقى صامتين لما يحدث حولنا في العالم من حروب، إذ إننا نأمل أن لا يسير العالم كما نراه اليوم. في الصحف العربية في الرأي في صفحة خارجيات: إيران تهدد بإغلاق المتوسط وممرات مائية أخرى ومسيرة تستهدف سفينة مرتبطة بإسرائيل. قبالة الهند تعرضت سفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل أمس لهجوم بطائرة مسيرة في المحيط الهندي، حملت تل أبيب مسؤوليته لإيران التي هدد الحرس الثوري فيها بإغلاق البحر المتوسط وممرات مائية أخرى، إذ واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب جرائم في غزة. أكدت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة وتم إخماده.
نعم، في الإهرام وزير الدفاع الإيطالي يجيب البحث عن حل سياسي للنزاع في أوكرانيا. أكد وزير الدفاع الإيطالي جيدو كريستو على ضرورة إيجاد حل سياسي للنزاع الجاري في أوكرانيا وفقا لسيبوتنيك، وقال كروسيتو في تصريحات نقلتها قناة راينوز الإيطالية أن 24 الحرب مستمرة منذ ما يقارب 24 من عامين، وأعتقد أنه من المهم البحث عن طرق تؤدي إلى حل سياسي بالتوازي مع الجهود العسكرية والدعم المقدم لأوكرانيا. وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ فبراير 2022 تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدار السنوات الماضية للاضطهاد من قبل نظام كييف. في الصحف العالمية، في البي بي سي، الجيش الأمريكي يعلن إسقاط 4 طائرات مسيرة هجومية فوق البحر الأحمر. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في أن المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية تمكنت السبت من إسقاط 4 طائرات مسيرة هجومية كانت تستهدفها في البحر الأحمر. وأضافت سنتكوم على منصة إكس تويتر سابقا أن المدمرة يو إس إس لابون التي كانت تقوم بدورية في البحر الأحمر أسقطت 4 طائرات مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن وكانت تحلق باتجاه السفينة الحربية الأمريكية، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار. نعم، ختاما نشاهد كاريكاتير الصباح. نعم، شكرا لطيب المشاهدة والإصغاء، نلتقيهم في أخبار جديدة. نعم، وختاما كالمعتاد